قلت لهم حتى أنطوني مقترحاتكم بحيث حتى ما يقال بأن لجنة حقوق الإنسان يستغل الأمر بالشكل اللي يريده ويطلع القانون. في كل القضايا التي مست به كرامة الإنسان العراقي كان للجنتنا الدور الكبير في كشف ملابسات الجرائم. عندما نقول الإرادة السياسية أقوى من إرادة لجنة أو إرادة طرف معارض، يجب أن يكون هنالك إرادة أخرى.